رامي انت كنت مسؤول عن درو، اول شيء كيف بتقيم الدرو؟ هل كان حسب طموحات الاتحاد اللبناني لكره السله؟ ليك نحن بنشتغل اخر النهار والعالم بتقيم، ومثل ما بين العالم كلها مبسوطه وعم تحكي قديش هذا الشيء فخورين انه هذا درو بيمثل وجه لبنان، ولبنان قدر ينظم هذا الشيء، صار العالم هي بتحكي، نحن عم نعمل وجبات وعم نعمل اللي علينا. كيف يعني هلا شو ما بعد الدرو؟ يعني بعد اسم مدرب منتخب لبنان مش معروف، اللاعب المجنس مش معروف، هل رح تفتحوا صفحه جديده هلا بالتحضير؟ ليك غياس مثل ما شفت عم نشتغل بس ما عم نحكي كثير، ما عم نطلع كثير بالاعلام وهالميديا، مثل ما شفت يعني الدرو دغري بين العالم بطريقه كثير حلوه، نحن عم نشتغل على الموضوع الفني، بتخيل من هلا لشي جمعه 10 ايام بيطلع معنا اسم المدرب، وهوفلي اسم المجنس كمان، لانه بدنا ناخذ راي المدرب فيه بهذا الموضوع. اللي باكد لك له انه الاتحاد اللبناني ككل نحن جاهزين نستقبل هذه البطوله تنظيميا وفنيا واداريا ولوجستيا وماديا ان شاء الله. اخر كنت عم بحكي لهلا ببعض محطات، نحن اخر النهار شخص عندنا دور صغير بهذا المجتمع هو الاتحاد اللبناني يدير لعبة الباسكتبول، هيدا اخر شيء الاتحاد موجود تحت كنف شيء اسمه دوله لبنانيه، ونحن نفرج الدوله نحن جاهزين لنعمل وننظم ونربح ونكون عم بيض وجه لبنان. اخر شيء الدوله لما في عندها ألم بهذا المجتمع بيقدم هذا الشيء، ما ممكن الدوله الا توقف وراه وتوقف حدنا بهذا الموضوع. الحمل كبير نحن قده، هوبفلي بناخذ الدعم المادي اللي بدنا اياه، وبرمنا على بعض المسؤولين بهذا البلد يلي صراحه يلي يعني بدي اقول لك زيارتنا عند دوله الرئيس بيري كانت ممتازه، كان يعني دوله الرئيس حتى دوله الرئيس حريري حتى لما طلع عند دكتور رجع كله اكد على اهميه هذا الحدث، وما حدا ما بيقدر يكون ضد مصلحه لبنان. اخي مصلحه لبنان يفرج العالم الباسكتبول وين، يفرج نحن شو بنقدم شو بنعرف نعمل وشو المسج اللي بنوصله للبلاد كلها سوا. هوبفلي بنكون عند حسن ظن كل العالم، طولوا بالهم علينا، الامور منا بالسهوله اللي الواحد بيعملها. غياس انت بتعرف قد ايه تعبنا وانت تعبت معنا بهذا المجال، قد ايه بنتعب لنقدر نوصل هالصوره الحلوه للعالم. الموضوع بده شغل، بده شوي صغير نكون بوزيتيف اكثر بالحديث والامور بتجي، ما في نحن اللبنانيين ما بنقصنا شيء. ثانك يو.